الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام الخالدة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي بمنه وفضله وكرمه وجوده أن جمعنا في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوته في شهر فضيل، هو شهر رمضان، شهر الصيام، شهر تلاوة القرآن، شهر التقرب إلى الرحمن. هذا الشهر الذي مرت أيامه وصرنا نعيش أيامه الأخيرة بعدما كنا ننتظره بفارغ الشوق. إذا بنا قد قطعنا شوطا في صيامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت لنا أجر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يجعل ما مضى من شهر رمضان شاهدا لنا يوم القيامة، ونعيننا على ما بقي من هذا الشهر الكريم. فهذا الشهر كما ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر كان بمثابة أو هو بمثابة المحطة التي يزداد فيها المؤمن إيمانا، لأن أجور الأعمال تكون مضاعفة. فالصلاة التي يصليها الإنسان الفريضة تكتب له بـ70، أي أنه في اليوم الواحد تكتب له 350 فريضة، وهو قد أدى 5 فرائض فقط من فجره إلى عشائه. وكذلك الصدقات والأعمال الأخرى تضاعف أجورها، وتكثر في هذا الشهر الكريم الروحانية التي يحس بها المؤمن في نهاره وفي ليله. فلذلك كلما مرت أيام شهر رمضان تجد بأن المؤمن يزداد قربة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا تفوته الجوائز التي ذكرت في هذا الشهر الكريم، التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أوله رحمة، أوسطه مغفرة، وآخره عتق من النيران. فهو قد تعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى في بدايته، ويعيش هذه الأيام أيام المغفرة، فيكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تأتيه العشر الأواخر، يرجو فيها أن تعتق رقبته من النار، فيكثر العمل الصالح، ويحاول جهد نفسه أن يعتكف كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويتحرى ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. 1000 شهر أي أن الإنسان يعمل أعمال ليلة، الأعمال الصالحة في ليلة واحدة، وتكتب له أجور 83 سنة في ليلة واحدة. فهذه لا يفوتها المؤمن الجاد في عمله الصالح الذي يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك يكثر من الصدقات في العشر الأواخر، يعين المسكين، ويفرج الكرب عن المدين، حتى يكتب مع النبيين في أعلى الدرجات، وأن يكون يوم القيامة رفيق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يتحرى المساكين واليتامى والأرامل. وهذا كما قلنا يزداد فعله في شهر رمضان، ولكن لا ينقطع عنه بعد شهر رمضان، حتى يكون ممن حقيقة نال التقوى التي ذكرت كثمرة من ثمرات هذا الصيام. التقوى التي عرفها العلماء بتعاريف مختلفة، ومنها قالوا: أن لا يراك حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. فإذا كان قد نهاك عن الموبقات وعن المنكرات، فإنه لا يريد أن يراك ممن يرتكبونها، وأن لا يفتقدك حيث أمرك، إنه أمرك بالصدقة، وأمرك بالصلاة، وأمرك بالزكاة، وأمرك
بالحج فإنه لا يريد أن يفتقدك بين هؤلاء، بين المصلين، بين المزكين، بين الذين يصلون أرحامهم. فهذا يكون في شهر رمضان بكثرة وبعد شهر رمضان، كدليل بأن الإنسان استفاد من شهر رمضان أن يستمر أو تستمر هذه الأعمال وأعمال الخير معه طوال العام، فلا ينقطع عن الصلاة في جماعة كرجل، ولا ينقطع عن تحري أحوال الفقراء والمساكين وخدمتهم طوال الأشهر الأخرى. فإذا هذه هي الثمرة وهذه النتيجة، كما قال بعض العلماء إن دليل قبول أي عمل من أعمال الصالحة أن يكون الإنسان أفضل حالا بعد العمل مما كان قبله، أن يكون أفضل حالا بعد العمل مما كان قبله. فإذا صام شهر رمضان يجد أنه بعد شهر رمضان تحسنت أخلاقه، فهذا دليل وبشرى له بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا حج ورجع من الحج ورأى أنه كذلك أعماله يعني في ازدياد وحبه للخير في ازدياد، كذلك دليل بإذن الله سبحانه وتعالى بأن عمله ذلك كان قد وافقه القبول عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن لا يشبع من عمل الخير حتى يكون منتهاه إيه؟ الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، الجنة التي نرجوها وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليها، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا فيها هم ولا فيها غم ولا فيها ما يكدر النفس ولا فيها ما يتعب ولا يرهق، وإنما هي متعة دائمة. تلك الجنة التي يريدها الإنسان بالعمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا جئنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه في كثير من المواضع، بين في كثير من المواضع صفات أولئك الذين يستحقون الجنة. كاليوم تجد مثلا جريدة أو دائرة جهة حكومية أو شركة من الشركات عندما تطرح في الجرائد العامة مثلا عن وظيفة أو تعلن عن وظيفة، فإنها تضع شروط، قال إن شروط هذه الوظيفة أن يكون متخرج كذا وعنده كذا وعنده كذا ويبلغ من العمر كذا وكذا. لذلك تجد أن الناس الذي تنطبق عليه الشروط هذا يفرح ويقدم أوراقه حتى إيش؟ آملا أن يكون ممن هو ممن تختاره تلك الجهة للعمل عندها. كذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أن الجنة هي متاحة للجميع، لمن أراد بإذن الله سبحانه وتعالى أن يفوز بها فهناك شروط، وهذه الشروط يستطيع أن يأتي بها صاحب الشهادة أو الأمي الغني الفقير، كل هؤلاء المجال مفتوح أمامهم، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، لم يحدها في أمر معين، وإنما جعلها واسعة. يستطيع الإنسان أن ينال أو يطلب رحمة الله سبحانه وتعالى بعمل ما أكثر من الأعمال الأخرى، كما يقول العلماء قد يفتح للإنسان باب أكثر من في أمر ما أكثر من أمر آخر. فتجد مثلا إنسان كثير الصيام ولكنه ليس كثير الصلاة، وهنا لا نقصد أنه ليس كثير الصلاة أنه لا يصلي، لا، إنما يأتي الفرائض وما فرض عليه، ولكن ربما تجد ليس كثير النوافل ولكنه كثير الصيام. وقد يكون إنسان آخر العكس، هو قليل الصيام النوافل ولكنه كثير الصلاة، وهكذا. وذلك في سائر الأعمال التي يعني الله سبحانه وتعالى أمر بها أو حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا إذا الإنسان رجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وفتحه وأخذ يقرأه بتدبر وأتى إلى تلك الصفات التي تؤهل الإنسان كي يكون من أهل الجنة أو ينال رحمة الله سبحانه وتعالى، فماذا ينبغي عليه؟ عليه أن يقيم نفسه، هل أنا من أهل هذه الصفات؟ هل أنا يعني عندي تقصير في
مكان معين حيث أصلحه حتى أنال كل هذه الصفات وأكون يعني متعرضا لرحمة الله سبحانه وتعالى بشكل أوسع. فهذا المجال موجود والمجال مفتوح لك بإذن الله سبحانه وتعالى. ارجع إلى كتاب الله، اقرأ عن صفات الناجحين، اقرأ عن كتاب عن صفات أهل الجنة، ماذا كان عملهم. من عجائب يعني رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يذكر لنا عن أحداث يوم القيامة، ويذكر لنا عن حديث أهل الجنة في الجنة، وعن حديث أهل النار في النار، وكأن الأمر قد قضي، وكأن الأمر قد مضى، مع أننا ما زلنا لم نستقبل يعني يوم القيامة، ولم ندخل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهلها، ما زلنا لم ندخل الجنة، ولم يدخل الكفار أهل يعني النار حتى يعني تكون هذه الأحداث يعني شاهدة، أو أنهم يشهدون ما كتب في كتاب الله. ولكن بما أن القائل والذي يذكر هذه الأحداث هو الله سبحانه وتعالى، فإن لا بد أن تكون هذه حقيقة لا شك فيها، كلام الله سبحانه وتعالى يقين. لذلك في بعض الأحيان تجد أن صفات أهل النار تنطبق على أناس عيانا تراها تنطبق عليهم، كلو أتيت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وقرأت الآية إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إلى آخر الآيات. تجد أن حقيقة هناك من تراهم من يستهزئ بأهل الدين، ومن يعني لا يقدر لهم مكانا، وإذا انقلب وإذا رآه يتغامز يعني مع أصحابه، وإذا انقلب إلى أهله انقلب وأخذ يعني يتفكه وينكت في أهل الدين وأهل الاستقامة، وهذا كثير نراه عيانا. فإذا هذا الإنسان الذي رأيته في حياتك كان مصيره النار إذا لم يتب، ورأيته في حياتك ثم كان مصيره النار، إذن ترى أن تلك الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لأهل النار انطبقت فيه عيانا، رأيتها أنت. فإذا على الإنسان أن يتجنب هذه الصفات، وعليه أن يتحلى بصفات أهل الجنة. من صفات أهل الجنة التي ذكرت بشكل موسع ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، حيث يقول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض هونا، لعلماء التفاسير أو التفسير أقوال، ولكن معظمهم أتوا على أن المقصود أنهم يمشون ليس مشيا، وإنما حياتهم في هذه الحياة الدنيا هي حياة تفكر وتدبر. هم يعني يأخذون الأمور بتأني، وحياتهم حياة تفكر وتدبر، ولا يمشون مشية المتكبر، لأنهم يعلمون ما عندهم من نعمة فهي من عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فلذلك إذا مشوا في هذه الحياة مشوا يعني بتدبر وتفكر، وكذلك مشية المتواضع لله سبحانه وتعالى. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يضيعون أوقاتهم مع الجاهلين، فلا لأنهم يريدون أن يسلموا من الإثم بمجالستهم والأخذ والعطاء معهم، فلذلك يسلمون أنفسهم من الإثم. فهذه صفاتهم، هذه من أوائل الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا رجعنا إلى سير الصالحين حقيقة نستغرب أن بعضهم كان يقوم الليل إذا أراد أن ينام تذكر أهوال يوم القيامة، فطار النوم من عينيه وقام منتصبا لله سبحانه وتعالى. حتى أن بعضهم كان يرى في الصباح مصفر الوجه أو منير الوجه، فيقال كيف، ما الذي حدث؟ قال وقفت أمام النور فأصابني النور. سبحان الله، إنه وقف أمام النور، أمام الله سبحانه وتعالى، فرزقه الله سبحانه وتعالى النور.
هؤلاء يبيتون لربهم سجدا وقياما كلما تذكروا الله سبحانه وتعالى في نهارهم وفي ليلهم قاموا وذكروه وصلوا وتقربوا إليه. في عصرنا هذا قد يكون أن نفعل أفعالهم صعبة لأنه ورانا أعمال ودوام، وقد يكون الإنسان في اليوم الثاني مرهق ما يستطيع أن يؤدي عمله بالشكل الصحيح، فعلى الأقل يكتفي ولو بركعتين قبيل صلاة الفجر فيكتب من أهل القيام بإذن الله سبحانه وتعالى. لركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما عليها، ركعتين بس تصليهما الله سبحانه وتعالى يعطيك من الأجور يوم القيامة ما هو خير من الدنيا وما عليها من قصورها وبساتينها ونسائها وسياراتها وأنعامها وخيولها إلى آخره، ركعتين في جوف الليل. فهذه من صفاتهم، حتى إن من صفاتهم إذا تقلبوا في الليل ويعني تعار يعني انتزق شيء كذا من الليل تذكر وذكر اسم الله سبحانه وتعالى، لأن لسانه وفكره مشغول بالله سبحانه وتعالى. وكان من دعائه وكان من دعائهم اللهم اشغلنا بك ولا تشغلنا عنك، اشغلنا بك اجعلنا دائما نتفكر في خلقك وعظمتك وقدرتك ولا تشغلنا عنك بأمور الدنيا ولا بغيرها. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. عندما مرت علينا فترة الحر الشديد والشمس الحارقة منذ فترة ليست ببعيدة، ما الذي حصل؟ تجد أن الناس حتى في الوضوء ما شاء الله ماء الوضوء كان حار جدا، فتجد أن بعضهم كان اللهم أجرني من عذابك. إذا كان هذا بس سخونة ماء بشمس بعيدة أميال وأميال ملايين الأميال وكنا نعاني تلك المعاناة، فكيف والعياذ بالله بعذاب جهنم؟ كيف بشراب الزقوم؟ كيف بتلك الأجساد التي ستقلب في النار لأنها أكلت من السحت وظلمت الناس؟ فتجد المؤمن يخاف من عذاب الله ودائما لسانه اللهم أجرني من عذابك، حتى في بعض الأحيان إذا أكل الأكل الساخن وأصابه شيء من الحرارة تذكر بأن هناك عذابا وأن هناك يعني حرارة أشد مما يجدها هنا، فلذلك يستجير بالله سبحانه وتعالى من تلك الحرارة ومن ذلك العذاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها كانت إن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما. في الدنيا قد يصاب الإنسان بأي يعني أذية وأي مشكلة، لكن هذه المشكلة تمر. لذلك قال أهل العلم قالوا إذا أصابتك مصيبة وحتى تهون عليك تلك المصيبة تذكر بأنه قد مرت عليك مصائب كثيرة وانجلت، صح ولا لا؟ كم من المصائب التي مرت عليك في حياتك وانجلت انتهت؟ فلذلك أي مصيبة تأتيك استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون وتقبلها وحاول أن تخرج منها واعلم بأن لها نهاية. لكن المصيبة الكبرى أن يدخل الإنسان النار، فتلك هي المصيبة الكبرى وذلك هو الخسران المبين، لأن ليس لعذابها نهاية ملازم لهذا الإنسان أبدا الآبد. فلذلك تجد أن المؤمن اللهم اصرف عني عذاب جهنم ويستجير بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر ومن عذاب المحشر ومن عذاب يوم القيامة ومن خزي يوم القيامة، هكذا لسانه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى من صفاتهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في إنفاقهم وسطية، لا تبذير ولا تقتير، وهذا يعني للأسف نراه كثيرا، هذا التبذير نراه كثيرا يتكرر في هذا الشهر الجليل، شهر من المفترض أن يكون شهر إيش؟ شهر توفير، وشهر توفير المال كي نجد مجال نخرجه للفقراء، ولكن للأسف تجد أن كثير من الناس وفر مال أسرف ماله فانتهى هذا المال
في القمامات والعياذ بالله، وذلك من إيش؟ في أوجه الأطعمة التي ترمى في كل يوم، كثير من الأطعمة ترمى. والمصيبة إنه إيش؟ كما ورد في الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لكن تجد الناس كل يوم يلدغ نفس اللدغة، أن كل يوم يرمي أطعمة وأطعمة في الزبالة، وذلك بسبب إسرافه. ولو قدرنا قيمة هذه الأطعمة التي ترمى فرضا، فلنقول أن كل يوم هو يرمي ريال فقط، ما قيمته ريال؟ قل له ينفق ريال واحد في سبيل الله في شهر رمضان هذا يعطيه الفقراء 30 ريال لاستعظم هذه الأموال. 30 ريال أخرجها الآن، الشيطان يبدأ يبين له هذه 30 ريال قد تشتري بها كم كرتون برتقال و و و و، فتثقل عليه هذه الأموال، ولكن من السهل أن يرميها كما قلنا والعياذ بالله في يعني الزبالة أو القمامة. فالإنسان يكون في وسطية عند إنفاقه. ثم قال الله سبحانه وتعالى من صفاتهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أنا ذكرت قصة كثيرا ربما في هذا الموضع وفي هذا المسجد لم أذكرها سابقا، هي قصة حدثت رمضان الماضي، حتى الإنسان لا يظن بأن الدعاء أو يعني لا يدعون مع الله إلها آخر يعني قد يكون الإله فقط صنم يسجد له أو شيء مادي، لا، قد يكون في بعض الأحيان الإنسان يعبد يعني المادة المال غير ذلك، أو يفضل هواه على أوامر الله سبحانه وتعالى. هذه القصة مفاد أن امرأة حاولت تتصل بي وهي من دولة مجاورة، فلما نهضت يعني قبيل الفجر وجدت أن مكالمات تقريبا 3 محاولات اتصال، فاستغربت قلت أنا ما أعرف حد الآن موجود في تلك البلاد، من هذا الذي يحاول الاتصال؟ المهم اتصلت مرة ثانية فقلت يلا نرد على هذا المتصل، السلام عليكم ورحمة الله. طلعت امرأة قالت أنت فلان؟ قلت لها نعم أنا فلان. قالت وأنا سمعت أنك معالج وما أدري إيش. قلت لا 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 يا أختي، لا معالج ولا هم يحزنون. إيش معالج إيش؟ قالت جن وسحر. قلت لا لا، نحن إذا سمعنا قرقعة في الليل نرتجف عاد نروح نعالج جن ما جن. لا لا أختي، ما أنت أخطأت الرقم عذريني. قالت لا أنا سمعت عنك وأنت ما عارف مشكلتي وما تريد تساعدني. قلت لا لا حول ولا قوة إلا بالله. أقولها الآن أوقات السحر شهر رمضان يعني الرحمات والإجابة الدعاء، فتقرب إلى الله. وبعدين قالت قلت لا عذريني الآن ما أستطيع أكمل، اتصلي في النهار على أساس يعني يمكن أشوف إيش المشكلة ويمكن نحاول نساعدها. طبعا هنا لما نقول نساعدها ما أنه يعني نعالجها وكذا، لا إرشادات فقط، مجرد إرشادات. المهم اتصلت فيما بعد قالت أنا مشكلتي إنه وين المدرسة في الجامعة تكرهني وشغل سوالف حريم، إنزين، وزوجي ما يريد يطلقني وما أدري. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لها اسمعي يا أختي، إيش رأيش أنا أدلش على دواء ناجح 100% ومجرب بإذن الله سبحانه وتعالى؟ قالت تفضل. طبعا ضعيف النفس أو بعض الدجالين سهل أن يقول هلم قولي هلم شلم لم لم كذا وطرشي لي 50 ريال و100 ريال وانتهى، وطرش لها يمكن بول سنورة وكذا وقال لها غسلي نفسك فيه ويلا ويضرب عليها فلوس. هذا صحيح في دجالين ومشعوذين، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فقلت لها الجأ إلى الله بركعتين قضاء حاجة وادعي ربك يعني الله سبحانه، خاصة في الصيام لو قرأت آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى آخر الآية، تجدين أن هذه الآية محشورة ما بين آيات إيش الصيام، هذا دليل على أنه الدعاء إن شاء الله مستجاب وأقرب للإجابة وأنت صائمة وأنت في هذا الشهر الفضيل. جاءني جواب، ردت عليه بجواب ما تمنيت أن لو سمعته من أي مسلم. قالت أنا جربت كل هذا وما نفع. فقلت لها سبحان الله، جربت أن تلجأ إلى الله وما نفعك، والآن تبحثين عن الشيخ الفلاني وعن الفلاني وعن فلان هم سينفعونك. اعذريني
وأرجو أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعود إليه، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا خلاص. تو الآن لو الواحد يفكر في حالة هذه المرأة التي كان عندها تعظيم البشر، أعظم يعني عظمة البشر وعظمة علم البشر والسحر وهذه الأمور أكثر من لجوئها إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، هنا يبدأ علامة استفهام، هل هذه ممن تدعو من غير الله إلها؟ فإذا الإنسان ينتبه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله. القتل ليس مجرد أخذ سكينة أو أداة وتقتل بها إنسان، قد يكون مثل ما قال العلماء في حوادث السيارات التي تنتج عن إيش؟ تهور السائقين الشباب، هذا أيضا قتل، وقالوا الذي يتهور في سياقته ويموت فهو كحكمه كحكم إيش؟ المنتحر. فإذا الإنسان ينتبه، ليس فقط أن يقول لا أنا ما جاء لي قتل حد، ولكنه إيش؟ متهور في سياقته وقد يتسبب في قتل إنسان. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر بأن الذي يرتكب هذه الأمور ويعود إلى الله سبحانه وتعالى فإن باب التوبة مفتوح، فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله إيش؟ سيئاتهم إلى إيش؟ حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. هل وجدت كرما أعظم من هذا الكرم؟ أن يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاتك، تستغفر وتتوب فيبدلها من سيئات إلى حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ثم ذكر من صفاتهم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الزور هنا أيضا العلماء قالوا، منهم من قال كل مجالس الفحش والإثم، وكل من ومنهم من ذهب فقط إلى شهادة الزور المعروفة، المهم أن الإنسان يترفع عن مجالس الخنا يعني الإثم والفواحش. وإذا مروا باللغو مروا كراما، مشوا بعزة الله سبحانه وتعالى، لأن العزة لا توجد في المال ولا توجد في المنصب، مهما تصنع الإنسان العزة والهيبة ولكنها لا توجد هناك، العزة هي بالله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله. فهؤلاء يترفعون أن ينزلوا أنفسهم فيجلسوا مجالس اللغو من الموسيقى والرقص وغير ذلك، ويقوموا بأفعال القردة عند فوز منتخب وغير ذلك، فإنهم يترفعون عن هذه الأمور لأنهم معتزين بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ومن صفاتهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا ذكروا بآية من آيات الله وبقدرة من قدرات الله لم يصموا آذانهم ولم يعموا أبصارهم، بل استكانوا وتابوا وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى، وقدروا الله حق قدره، لأن من صفات أهل النار وما قدروا الله حق قدره. ما تجي آية من آيات الكون، هذا من آيات الله في الكون، ثم نقول الطبيعة. منذ أيام مشاهد برنامج وثائقي يتكلم عن نوع من الأسماك في البحر، فاستغربت من المذيع فقلت هذه هي العلمانية، هذا هو الإلحاد بعينه. تقول المذيعة المعلقة التي تعلق على ذاك البرنامج، تقول إن الأسماك يعني إن الطبيعة زودت الأسماك هذه بنوع كذا كذا وكذا حتى تتأقلم مع كذا وكذا. ماذا قالت؟ من الذي زود هذه الأسماك؟ إيش؟ الطبيعة، يعني الرب من هو بالنسبة إليها؟ الطبيعة. فإذا المؤمن إذا رأى أي آية سواء كانت في الكون في نفسه في كذا، تذكر قدرة الله سبحانه وتعالى ولم يصم يعني يصم آذانه ولا يعمي بصره عن هذه الآيات التي تدله على قدرة الله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كم منا من يتمنى أن تكون له زوجة صالحة وأبناء صالحين، ويتمنى أن يراهم يعني معينين له وهو معين لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الدعاء هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين،
بدايته كيف تختار الزوجة، وكيف الزوجة تختار الزوج، المرأة كيف تختار الرجل، والرجل كيف يختار المرأة. فلا بد أن يكون هناك أسس التي تؤهلهم حتى يكونوا من أهل هذا الدعاء العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإن كثير من الشباب الآن حتى الراغب في الزواج يأتيك بعض الأحيان يقول لك أريدك تساعدني تبحث لي عن زوجة. قل طيب أعطيني مواصفاتك التي تريدها. قال أريدها كذا، أريدها بيضاء، أريدها طويلة، أريدها كذا، ما ممتلئة ولا نحيفة، ويذكر لك صفات تقول له يا أخي لو وجدتها أنا بتزوجها عنك، ما يعني ليش أعطيك يا بهالجمال كله الذي تذكره، أنا أولى بها يا أخي. ولكن نسي أن إيش يتمنى الزوجة الصالحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، ونسى ليش، لأنه تأثر بالأفلام التركية والمكسيكية وغيرها، ونظر إلى الممثلات وأجسامهن التي إيش سيليكون في سيليكون مثل ما يقولوا، كلها صبغة فقط، وكل شعر ومستعار وكذا. لذلك يعني قال أحد الدعاء في يعني حقيقة محاضرة كان فيها شيء من الفكاهة، يقول الآن بعض نسائنا هداهن الله ما يتزين لزوجهن لأزواجهن ولا يتعاملن مع أزواجهن بتلك اللباقة التي قد تجعل الزوج يتعلق بالممثلة. يقول الآن بعض النساء إذا عطست يعني تعطس بشكل كبير لدرجة أن جارتها تقول يرحمك الله، يعني هذا الصوت القنبلة الذي يصدر منه. بس يقول شاهد بعض الأحيان تجد أن الممثلة إذا أرادت أن تعطس أخرجت المنديل وبعدين أتشو يعني بشكل مغري بهذه الطريقة. فيقول مفروض من زوجاتنا يكون عندنا اللباقة وعندنا يعني تزين للزوج، ما يجدها دائما ريحة البصل والعوال وكذا، وإذا خرج إلى الشارع وجد النساء يعني كذا. لذلك تجد أنه يتمنى زوجة بمثل تلك المواصفات. ولكن المواصفة والمقياس الحقيقي أيها الأخ أيها العزيز هو الدين فقط، لأنك أنت في حياتك هذه فترة اختبار، واختبار في إيش؟ في اتباع الدين. فلذلك إذا وجدت امرأة صاحبة الدين تساعدك على هذا الاختبار وتسهل لك بإذن الله. إذا غفلت ذكرتك، وإذا يعني إذا غفلت نبهتك، وإذا نسيت ذكرتك، وإذا نمت إيش أيقظتك لتقوم لطاعة الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون المقياس أريد واحدة مثل لميس والزوجة والحريم بايات واحدة مثل مهند وخرابيط وهذه الأشياء، فهذا لن ينال هذا البركة في بركة هذا الدعاء، لأن الأساس لم يكن صحيح. إذن هذه بعض صفاتهم التي ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان. ارجع إلى كتاب الله، ارجع إلى هذه الصفات، وأيضا صفات كثيرة في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. المهم أن تقيم نفسك، هل أنا من أهل هذه الصفات؟ إن كنت مقصر في جانب معين علي أن أصلح نفسي حتى أتعرض لرحمة الله، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا خليلك إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وصالحات أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير ولا تؤاخذنا بالذنب والتقصير. اللهم تقبل منا صالحات أعمالنا فإنك لا تتقبل إلا من المتقين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا، ووفقنا لقيام ليلة القدر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ارحمنا إذا خرجت الروح من الجسد وبكى علينا الحبيب والولد. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في القبور. اللهم ارحمنا إذا نفخ في الصور. اللهم ارحمنا إذا بعثنا ليوم النشور، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.